قسم الجينوميا والتقنية الحيوية، ما حكايته وإلى أين وصل الحال بخريجيه، ومتى يجدون حلا منصفا لمستقبلهم؟ التقنية الحيوية واستخدام الكائن الحي ومنتجاته بما يعود النفع للبشر، سواء طبيا أو زراعيا أو صناعيا. نرغب ببرامج تأهيلية مناسبة لتخصصنا للنزول لسوق العمل. إحنا بعد ما خلصنا التدريب واختبرنا تم الحصول على رخصة الفني. احنا اصلا خريجين بكالوريوس، المفترض انه نحصل على الاخصائي. خريجين الدبلوم هم اللي مفترض انهم يحصلوا على درجه الفني. قبل اعوام عده بدات الحكايه، شباب يركضون في ميادين المستقبل متوشحين الجهد والمثابره والكثير من احلامهم، ركضا باتجاه ما بدا لهم انه مستقبل واضح الملامح، التقنيه الحيويه الجينوم، بعد ان قادهم الى غيابته الإغراء الأكاديمي. طبعا مجالات التقنية الحيوية كثير، من أهم مجالات يعني ممكن نستفيد منها في الزراعة، تغيير صفات النباتات لنزيد إنتاجها، وحتى نقلل من استخدام المبيدات الحشرية. 7 دفعات من خريجي التقنية الحيوية شاخت أحلامهم فجأة حين انقضت عليها الحقائق، فلا فرص وظيفية ولا مدة تدريب كافية ولا طريقة للإعادة في نفس الكلية التي غلقت أبوابها دونهم لتقد قميص أحلامهم من كل الجهات. المشكلة اللي واجهناها احنا في كلية العلوم قسم التقنية، بعد ما تخرجنا ألزمونا بتدريب لمدة 2 شهر حتى نحصل على تصنيف الهيئة، فكان التدريب هذا إجباري تحت إشراف جامعة الملك عبد العزيز، وبالذات في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز. فأخذنا التدريب هذا لمدة 2 شهر، كان على مجال 8 لابات مختلفة، أدينا على 8 لابات مختلفة، فكل لاب كنا بنقعد فيه مدة 2 أسبوع، فما كان وقت كافي جدا لنا أن نلوم بالمعلومات الكافية عن هذا اللاب. وبرغم كل ما حدث، لا زال أبطال حكايتنا متمسكين بحقهم في الحلم القديم. إحنا كخريجين نطالب بالفرص الوظيفية اللي ذكرت لنا. أول شيء ينصفونا بتصنيف تصنيف الهيئة يكون أخصائي تقنية حيوية وليس فني مختبر، لأنه إحنا خريجين بكالوريوس وليس دبلوم، وإحنا تخصصنا جينوم وتقنية حيوية مش مختبرات. هذه ليست كل الحكاية، بل هناك فصول أخرى تتحدث عن أحلام لا تنطفئ وإن تبعثرت. حسن الرحماني لبرنامج يا هلا جدة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدني أن تنضم إلي من استديوهاتنا في جدة إحدى خريجات قسم الجينوم والتقنية الحيوية، وهي الأستاذة خلود، وسيلتحق بنا هاتفيا رئيس شعبة الجينوم والتقنية الحيوية بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور جمال صابر، بالإضافة إلى إحدى الخريجات أيضا من هذا القسم. أرحب فيك خلود، حياك الله معنا في أهلا. أهلا أستاذ مفرح. خلود، أولا علشان بس نحط المشاهدين والمشاهدات في الصورة، ليتك تشرحي لهم شوي عن قسم وتخصص الجينوميا والتقنية الحيوية، وبعدها ندخل في إشكاليتكم. طيب، مبدئيا أحب أشكركم على استضافتكم لنا في برنامجكم، لعلها تكون بداية خير. رح أتكلم طبعا عن التخصص بشكل مبسط حتى توصل الفكرة للجميع. القسم هو اسمه جينوميا أو جينوم وتقنية حيوية، يعتبر علمين منفصلة تماما، لكن تم إدراجها كتخصص واحد ودمجها في جامعة المؤسس تحت الجينوم والتقنية الحيوية. مبدئيا معنى كلمة جينوم أو جينوميا هي المواد الوراثية الموجودة في الكائن الحي بشكل عام من DNA وكروموسومات، وكيف يتم استخدام هذه المواد الوراثية بطريقة تخدم الجنس البشري.
ممكن تعالج جميع من الأمراض الوراثية مبدئياً عن طريق الخرائط الوراثية، ممكن تكتشف فيها الأمراض المستقبلية أو معرفة الأمراض الوراثية اللي ممكن يتعرض لها عوائل معينة. أيضاً طريقة الجين ثيرابي أو علاج الجين ثيرابي يندرج تحت الجينوميا، علاج اللوكيميا الكانسر أيضاً يندرج تحت الجينوم، زراعة الأنسجة أيضاً، العلم الوراثي الاسترشادي كمان يندرج تحت الجينوميا، الطفرات الوراثية. طبعاً علم هو جداً عميق، صعب أن أنا أختصره. القسم الثاني اللي هو التقنية الحيوية، هو عبارة عن استخدام تقنيات حيوية أو أجهزة نستخدم فيها هذه المواد الوراثية أيضاً بطرق علاجية أو صناعية أو زراعية، أو يعني استخدام هذه المواد الوراثية بطريقة تخدم الجنس البشري سواء من ناحية الأبحاث، الزراعة أو علاج الأمراض. طيب جميل، هذا هو بشكل عام. ممتاز. طيب خلينا ندخل لمشكلتكم أستاذة خلود، متى بدأت المشكلة بالنسبة لكم مع حكاية التوظيف، وكيف بدأت من أساسها؟ طيب بداية لدخول التخصص أساساً هو طبعاً يعتبر تخصص دقيق لأحد تخصصات الأحياء في جامعة عدل عزيز، من ضمن الأحياء الدقيقة ومن ضمن أيضاً اللي هو الحيوان والنبات. طيب تخصص الجينوم كان الوحيد اللي له شروط معينة يجب توفرها في أي طالب يتقدم على دخول هذا التخصص. أول شرط كان أن المعدل يجب أن يكون فوق 4 من 5 أو 4.5 في بعض الدفعات. الشرط الثاني كان الحصول على A+ في بعض المواد المحددة اللي هي الوراثة والخلية، فكان يتم قبول عدد جدا قليل من كل دفعة. الدفعة اللي أنا درست فيها قبلوا فقط 35 طالبة. وقتها استقبلتنا رئيسة القسم وتكلمت معنا عن التخصص وعن مستقبل التخصص وعن مجالات التخصص، وحتى أخبرتنا يعني أنه أنتم صفوة القسم وتم اختياركم بناء على معدلاتكم العالية ودرجاتكم، فعلى هذا الأساس بنينا أحلامنا وطموحاتنا على مستقبل باهر. طيب وبعدين وش اللي صار؟ تمام، بعد التخرج طبعا، طيب تخرجت أول دفعة كانوا غير مصنفين نهائيا. بعدها بدأت المراسلة، راسل مدير الجامعة، مدير الجامعة قام بتوكيل النائب لإرسال لجنة للخدمة المدنية للنظر في موضوع تخصصنا. بعد ما تم إرسال اللجنة أقروا بالخدمة المدنية، أقرت بطلب تدريبنا لمدة 4 أشهر، لمدة 4 أشهر، على أساس التدريب هذا نتأهل لدخول لاختبار هيئة التخصصات الصحية ونحصل على رخصة فني مختبر. بعد ما وصل الطلب هذا للجامعة تم إقرار بتدريبنا لمدة 2 شهر اللي شرحوها الأخوان في التقرير، اللي هي كانت 2 شهر مدة 8 أسابيع، كل أسبوع كان في لاب. الهدف من التقرير هذا كان فقط تأهيلنا إلى دخول اختبار هيئة التخصصات، لكن هو كان بعيد تماما عن الدراسة اللي احنا درسناها. كان التدريب يتعلق بالمختبرات نفسها، بسحب الدم، بالبايوكيمستري، بالأشياء هذه اللي كانت بعيدة عننا. احنا تخصصنا كان جينوم وتقنية حيوية. طبعا بعد الخطابات هذه اللي كانت دارت بين الخدمة المدنية والجامعة كلها متوفرة عندي. هذه الخطابات كان بدأت من عام 1434، ما أدري لو واضح عندك. اعرضيها بس على الشاشة، اعرضيها للكاميرا. تمام، هذا الخطاب الأول. أوكي، هذا الخطاب الأول. هذا كان طلب الجامعة للخدمة المدنية بتصنيفنا. طيب والخطاب الثاني؟ بعد كذا تم الرد من الخدمة المدنية. تمام، هذا رد الخدمة المدنية بأنه تم تصنيفنا كمحلل مختبر. إيه؟ محلل مختبر. هذا الكلام كله في عام 1434. هذا آخر رد وصل لنا من الخدمة المدنية في عام 2016، اللي هو بعد الخطابات اللي حصلت بين الجامعة والخدمة المدنية. كان ردهم أنه لم يسبق لوزارة الخدمة المدنية دراسة
وتصنيف تخصص الأحياء لجينوم وتقنية حيوية. طيب هذا آخر خطاب كان بيننا وبين الخدمة المدنية. طيب أستاذة خلود، الآن أنتم إشكاليتكم أنهم صنفوكم محلل مختبر وما أعطوكم التصنيف اللي يستحق تخصصكم، ولا مشكلتكم الآن أنه ما في توظيف نهائيا، ولا وشي بالضبط؟ المشكلة الأولى أنه تم تصنيفنا فني مختبر، الفني المختبر هذا بكلام الخدمة المدنية يتم تصنيفه لخريجين الدبلوم فقط، إحنا خريجين بكالوريوس. طيب. من المفترض أن يتم تصنيفنا أخصائي مختبر بتخصص دقيق جينوم وتقنية حيوية وليس أخصائي مختبر عام، لأنه هذا الأحق فيه خريجين المختبرات وإحنا معاهم في الشيء هذا. طيب. لكن من المفترض أنه هو يكون أخصائي جينوم وتقنية حيوية. طيب تسمحي لي خلود آخذ بس اتصال الدكتور جمال صابر، وهو رئيس شعبة الجينوم والتقنية الحيوية في جامعة الملك عبد العزيز. دكتور حياك الله معنا في أهلا. الله يمسيك بالخير أستاذ مفرح. تفضل دكتور. وش المشكلة عندكم الآن في الجامعة أنه يعني في شعبة موجودة وهذا يفترض أنها بحاجة إلى معيدين ومعيدات في هذا التخصص، وبالتالي تقبلون الأشخاص المتخرجين من عندكم؟ نعم، اولا حبيت اهديكم تحيه لبرنامجكم الناجح هذا، والذي اعد نفسي من احد متابعي صراحه. شكرا لك. وهنيك استاذ مفرح على هذا الاداء المتميز من ناحيه الطرح وايضا من ناحيه اداره الحوار. النقطه الثانيه قبل ما ابدا في الموضوع، اوجه تحيه وشكر وصلها من خلالكم لجميع بناتنا وابنائنا الطلاب والطالبات على انتهاجهم هذا الفكر الحضاري في من حيث عرض موضوعهم والتزامهم بالتسلسل الادبي ولاليه هذا العرض، حيث انهم بداوا بعرض مشكلاتهم على الجامعه اولا ثم تلا ذلك بقيه الجهات ذات الشان. كان عرض المشكلات او الشكاوى التي تاتي للجامعه مختلفه عن بعضها البعض، لكن خليني أبدأ في الموضوع بصفة تفصيلية حتى يفهم لدى الجميع. الآن الجامعة أو قسم علوم الأحياء لما أسس لهذا التخصص وسماه بالجينوميا والتقنية الحيوية، كلمة جينوميا هي مجموعة الجينات في الكائن الحي. الأبناء والبنات أو أبنائنا وبناتنا بيفهمون أنه لما أوردنا كلمة جينوميا أنه هذا مرتبط بالنواحي الطبية. أنا اللي أبغى أبينه أن كل الكائنات منها الإنسان والكائنات الحيوانية والكائنات النباتية والكائنات الدقيقة، كل منهم يمتلك الجينوم الخاص به، أي مجموعة الجينات الخاصة به. تأتي التقنية الحيوية لما يقولوا أنه جمعنا ما بين التخصصين، هي ليست بتخصصين. التقنية الحيوية في معناها الحديث اللي بيزاول في جامعات دولية مثل أمريكا وبريطانيا وجامعات أوروبية، أنه هي التقنية اللي من خلالها ممكن الحصول على مركب حيوي يعني الذي ينتج في داخل جسم الكائن الحي من خلال ما يعرف بالهندسة الوراثية. لما نقول هندسة وراثية، إذا أنا ذكرت الجينات كلها بشكل غير مباشر، عشان كذا كان المسمى الجينوميا والتقنية الحيوية، أي أن التقنية الحيوية التي تعتمد على الجهاز الوراثي. هذه نقطة. النقطة الثانية، الآن في فصل ما بين كليات الطب والكليات الصحية وكليات العلوم في جميع جامعات العالم وجامعاتنا السعودية. كليات العلوم هي تهتم بكل الكائنات، سواء كائنات حيوانية أو نباتية أو كائنات دقيقة، ما عدا الإنسان الذي يخص كليات الطب والكليات الصحية. هذا نظام دولي في الجامعات، سواء في الجامعات السعودية أو الجامعات الدولية. لما أسس لهذا النظام لهذا البرنامج في عام 2011، بدأ سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية اللي هو الآن معالي مدير الجامعة بالتواصل مع وزارة الخدمة المدنية، بحيث أن زودناهم بكل البرنامج بما يحتويه من مقررات دراسية، بما يحتويه من تفصيلات أخرى طلبوها. بدأت المواصلة مع وزارة الخدمة المدنية من عام 1431، ولدي لستة المعاملات وهي ذاهبة وآتية من قبل الجامعة وزارة الخدمة المدنية، لأنه عندهم مستشارين مخصصين لتصنيف الوظائف المعينة تبعا للخطط الدراسية. طبعا انتهينا في عام 1434 بخطاب من وزارة الخدمة المدنية أن تم تصنيف خريجي الجينوميا والتقنية الحيوية على ما يعرف بوظيفة محلل مختبر بالمرتبة السابعة. الآن بقية التخصصات في قسم علوم الأحياء في كلية العلوم، سواء فيما يخص
مسارات علوم الحيوان ومسارات علوم النبات ومسارات علوم الكائنات الدقيقة، كل خريجين هم مصنفين على أنهم فنيين، وظيفة فني وليس باحث أو ما يشابه ذلك. فهذا خصص على وظيفة فني محلل المختبر اللي هي أشمل من وظيفة فني، لأن الآن على حسب إفادة وزارة الخدمة المدنية الموقرة أن وظائف الفنية تخصص للكليات الصحية، ولذلك يتطلبوا أو يشترطوا شهادات من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. طيب أن هؤلاء المتقدمين طيب يا دكتور أكملوا طيب المتطلبات. دكتور أنت متخصص يعني ورئيس الشعبة، هل ترى أن تصنيفهم فني مختبر وليس أخصائي مختبر هو التصنيف المنصف والعادل لهم؟ هو طبعا اللي يبغى أقوله ووضحه أنه هي نظام أو هو نظام أوريدي متعامل به ومطبق ما بين ثلاث وزارات رئيسية، وزارة التعليم وزارة المالية وزارة الخدمة المدنية. أخصائي لا تلحق بأي من كليات العلوم، أي أن خريجي كليات العلوم ليس لهم وظائف أخصائي إلا الكليات الصحية وكلية الطب. طيب تسمح لي يا دكتور استأذنك طبعا. معي الأستاذة خلود وهي طبعا. واحدة من الخريجات، أبغاك تسمع مشكلتها أو أسئلتها وتجيبها عليها إذا سمحت. تفضل. طيب أستاذة خلود تسمعيني؟ الدكتور السلام عليكم دكتور جمال. الدكتور معك تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. بس ذكرت نقطة بأن خريجين العلوم لا يحق لهم بتصنيف أخصائي مختبر، صحيح؟ نعم، أخصائي وظيفة أخصائي للكليات الصحية وكليات الطب. طيب أوكي، هذا ليس من الجامعة طبعا. تمام. الجامعة ليس أحد خريجين خريجين الكليات في بس خلينا نوصل طيب. النقطة هذه الدقيقة بس تمام. الجامعة أحد خريجين من كليات أخرى. نعم. طيب يا أستاذ خلود قولي سؤالك. أحد خريجين كليات أخرى مصنفين تحت كلية العلوم تم تصنيفهم كأخصائي مختبر، ولما مع العلم أن اسم تخصصهم تقنية حيوية فقط، يعني غير أشمل كقسمنا اللي هو الجينوم، مع العلم أن دراستهم أيضا بالعربي، فكيف يتم تصنيفهم هم كأخصائي مختبر وإحنا بمجرد إدراج اسمنا تحت قسم الأحياء نصنف كفني؟ هذا اللبس اللي بحاول الآن إني أحله لكم من منطلق المفاهمات الوظيفية. وظيفة أخصائي هي للكليات الصحية. الآن الكليات الصحية عندها وظائف أخصائي، جاءها خريج من قسم علوم الأحياء مثلا في الجينوميا، ولم يأتيها من أي من الخريجين في الكليات الأخرى، فبالتالي لها الحق أن تقبل على وظيفة أخصائي، لكن مخرجاتهم الرئيسية مصنفة من قبل وزارة الخدمة المدنية على أنهم أخصائي. إحنا مخرجاتنا الرئيسية مصنفة على أنها محل المختبر أو فني، هذه كلية العلوم. وبعدين الحاجة اللي أبغى أبينها أن الجامعة يعني ليس قرار. بس خلينا أكمل لك العبارة هذه. الجامعة ليس من مسؤوليتها وليس من وظائفها أن تخصص وظائف أو تعمل على تخصيص وظائف بمسميات معينة، هذه هي تأتي من وزارة الخدمة المدنية طبقا للخطط الدراسية اللي بتضعها الجامعة. فكلية العلوم مثلا هي طبعا طيب كلية بس خليني أقول هذا وأعطيك الوقت الكامل اللي تقولي فيه. كلية العلوم أيضا في كل تخصصاتها وفي كل أقسامها الطالب ملزم ب 128 ساعة ينهيها في 4 سنوات. 4 سنوات هذه كافية ل حصوله على درجة البكالوريوس لكي يعين على وظيفة معيد، لا سوري معيد ولا فني أو ما شابه ذلك. لكن إذا قطاعات أخرى الآن حبت أن تستفيد من هذا المخرج من كلية العلوم على وظائف تخصهم هم، هذا من حقهم أن يعينوا خريج كلية العلوم مثلا في أي كلية صحية على وظيفة مسماها أخصائي مثلا خاصة بهم. طيب ممتاز دكتور، تفضلي خلود إيش تقولي للدكتور؟ بس الدكتور ذكر أنه التصنيف ما يكون من الجامعة أو ما يكون بطلب من الجامعة، مع العلم لما تواصلنا مع هيئة التخصصات الصحية بلغتنا أنه طلب التخصص لفن المختبر كان من قبل الجامعة ما كان من قبلهم هم. ابنتي العزيزة، أنا الحاجة اللي أبغى أكد عليها بالمعلومة اللي أنت قلتيها، إحنا من خلال سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية تواصل مع وزارة الخدمة المدنية من قبل لاحظي من قبل أن
يؤسس هذا البرنامج في الجامعة وزودهم بكل محتوياته على أساس عارف أو يدرك أن هناك في فترة طويلة حتى تقضيها اللجان لدراسة وتصنيف هذا التخصص. الجامعة لا تطلب تصنيف معين، الجامعة تعطي الخطة الدراسية وتقول يا وزارة يعني الجامعة الخدمة على المدنية. كلام الخدمة المدنية؟ نعم، وزارة الخدمة المدنية هي المناط فيها تصنيف الوظائف. طيب إذا تسمح لي دكتور جمال، إذا تسمح لي وتسمحين أستاذة خلود، الخطاب اللي عندك موجه يا أستاذة خلود، الخطاب اللي عندك موجه من الجامعة إلى الخدمة المدنية، هل طلبت فيه الجامعة نصا أنكم تصنفون فنيي مختبرات، ولا تركت الموضوع حر والخدمة المدنية هي اللي صنفت؟ طلبوا تخصص فقط، يعني بس تصنيف تخصص، لكن ما حددوا نوع التصنيف. نعم هذا الطبيعي. إذن طيب طيب دكتور انت وش تشوف؟ طيب انت لحظه خلود اذا تسمحي لي دكتور، انت بحكم تخصصك في المجال، هل تشوف انه منصف من قبل وزاره الخدمه المدنيه انها تصنفهم فنيين، ولا المفروض انها تصنفهم اخصائيين مثلهم مثل الكليات الصحيه؟ انت وش تشوف؟ انا اللي أشوف رايك الشخصي إيه؟ انا لرايي الشخصي انه هناك في فصل ما بين خريج كليه العلوم والكليات الصحيه. إيه؟ لأن الكليات الصحية بيمضوا سنوات أكثر في الدراسة من كلية العلوم، إلى 5 و6 و7 سنوات، لكن كلية العلوم عندها نظامها المجاز من قبل وزارة الخدمة المدنية، وزارة التعليم، وزارة المالية، أنه 128 ساعة فقط يمضيها الطالب في 4 سنوات. يعني أنت تتفق مع الخدمة المدنية أنها تصنفهم أنا فني؟ أنا اللي يهمني فيها، ما يهمني مسمى الوظيفة، أنا يهمني لأنه المركبة. حتى الدبلوم يسمونهم فني يعني، فمفروض إيه بس المركبة، المرتبة تفرق هنا. المرتبة حيعطوهم مرتبة غير مرتبة الدبلوم. المرتبة السابعة هو خريج كلية العلوم. طيب خلود، أبترك لك سؤال أخير للدكتور، وش تسألي؟ طيب سؤال أخير أستاذي. نعم. تواصلكم مع الخدمة المدنية هل أثبتوا فيه أنه تم تصنيفنا؟ نعم، الخطاب الرسمي موجود، المخاطبات الرسمية كلها موجودة، أقرأ لك الخطاب الرسمي طيب الخاص فيهم. طيب الخدمة المدنية؟ لا موجود عندي. الخدمة المدنية أيضا طلبت أن يتم تدريبنا لمدة 4 أشهر، موجودة عندي بالإيميلات، لكن تم تدريبنا 2 شهر، التدريب فقط لتأهيلنا لاختبار التخصصات طيب الصحية، بمعنى طيب أن إحنا ما عندنا أي مانع أن إحنا ندرس لو سنة زيادة، بس شيء يأهلنا إلى سوق العمل. طيب أنا أقول لك على النقطة هذه الآن، هي ليست الخدمة المدنية، الآن لما بدأت شكاوي الطالبات والطلاب إلى معالي مدير الجامعة، كان توجيه معالي مدير الجامعة طالما أنه رغبة الطلاب والطالبات هو التوجه للكليات الصحية، تواصلوا مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وأوجدوا حل للطلاب لكي يتوجهوا للتوظيف إلى الكليات الصحية. فكان تواصلنا هذا اللي أنت بتذكريه الآن، تواصلنا مع هيئة التخصصات الصحية اللي طلبت مننا تعديل بسيط في بعض المناهج، خصوصا المناهج المقررات الاختيارية، باستبدالها بمقررات أخرى تخص الإنسان وتكون إجبارية، وبالتالي يعطى الطالب الرخصة الخاصة بهيئة التخصصات الصحية أو الخريج، ومن ثم يلتحق بوظائف الهيئة الصحية. أيضا هذا أخذناه في اعتبارنا وأنجزناه، لكن الطالب الآن أو الطالبة هم بيطلبوا وظائف أخصائي، وظائف أخصائي ليست مخصصة لكلية العلوم. طيب جاوبها يا دكتور، لأن الوقت معي قصير جدا يعني، أو اللي تبقى من الوقت. ليش دربتوهم 2 شهر والاتفاق 4 شهور؟ هو ما هو بالنسبة للآن معين مشرف لهذا التدريب في مستشفى الجامعي وفي بقية مستشفيات وزارة الصحة، أن التدريب يتم على أساس مراقبتهم أو مراقبة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. الآن اللي بذكره أنا واستغل هذا الوقت، أنه ترى فيه من القطاع الخاص بيستقطب من خريجي الجينومية والتقنية الحيوية، أذكر شركة سيجارة للصناعة الدوائية، كان الأستاذ ياسر ناغي تواصل مع الجامعة وطلب العديد من المخرجات، ووظفوا في الدفعة الأولى 70 من مخرجات الجينومية والتقنية الحيوية بنين وبنات، والدفعة الثانية وظفوا 36 طالب وطالبة، وأيضا هم في حاجة. هذا بالنسبة
للقطاع الخاص، القطاع الحكومي. القطاع الحكومي بالنسبة لمختبرات الأدلة الجنائية، الآن وزارة الداخلية افتتحت 13 مختبر موزع على جميع مناطق ومحافظات المملكة. طيب يا دكتور هذا الكلام كله على عيني وراسي، لكن لماذا أنتم دربتوهم شهرين والمطلوب 4 شهور علشان يحصلون على التصنيف؟ هذا استجابة لهم. إحنا خريج العلوم، إحنا خريج العلوم يجب أن يدخل في برنامج تدريبي من 2 إلى 4 شهور خريج العلوم، فهذا اللي طبق عليهم الآن. هم بس هيئة التخصصات يقولوا لهم جيبوا تدريب 4 شهور عشان أصنفكم، وأنتم تدربونهم 2 شهر. استاذ مفرح، بس أفك اللبس هذا الآن. طيب بس بسرعة لو سمحت، إحنا دربناهم على أساس أنهم خريج كلية علوم، الآن لما طلبوا التخصصات الصحية الآن هناك التدريب في مستشفى الجامعي، في مستشفيات وزارة الصحة، اللي يستمر على الفترة التي تطلبها هيئة التخصصات الصحية حتى يعطوا الرخصة من هيئة اللي هو 4 شهور. اللي هو 4 شهور، نعم. طيب ليش من أول ما بديتوا بال4 شهور طالما هيئة التخصصات؟ إحنا في كلية العلوم لا نشترط 4 شهور، عندنا التدريب من 2 إلى 4 شهور على حسب البرنامج الذي يمر عليه الطالب. طيب والآن خريجين العلوم يقدروا يتدربوا 4 شهور عندكم؟ بالنسبة لنا إحنا، بالنسبة خريجين إحنا، أيوة إحنا أوريدي قبل الطالب ما يتخرج لازم يمر بمرحلة التدريب اللي بقول عليها اللي هي من شهرين إلى 4 شهور. لا، هذا خريج كلية العلوم. طيب هم يبغون 4 علشان يأخذوا هيئة التخصصات الصحية. برضو هناك في لبس يا أستاذ مفرح، أنا أبغى أوضحه الآن. طبقا لرغبة الطلاب إنما التحقوا بالكليات الصحية، الآن البرنامج الواضح للجامعة وعمد فيه مشرف خاص بالخريجين دول على أساس يدربوا في مستشفى الجامعي ومستشفيات وزارة الصحة لمدة 4 شهور على حسب متطلبات الهيئة السعودية للتخصصات. الآن متى يعني هو شغال الآن تدريب ال4 شهور؟ نعم شغال، نعم، عشان كذا في كثير منهم تحصلوا على رخص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. طيب دكتور شكرا جزيلا. نعم. لك ولتوضيحك وحضورك معنا. لا بالعكس، فرصة سعيدة والله. شكرا جزيلا. خلود أرجع لك. خلود، في كلمة أخيرة وش تحب تقولين؟ معيش بس أعقب على كلام الدكتور. فضلي. بالنسبة للترخيص، هو فعلا إحنا حصلنا عليه كلنا بناء على 2 شهر اللي تدربناها اللي كانت فقط لتأهيلنا لدخول الاختبار. طيب ممتاز مع جدا. مع العلم أن 2 شهر هذه كانت بعيدة تماما عن الدراسة اللي إحنا درسناها. حلو. مطالبنا الحين تخص أخصائي المختبر بتخصص دقيق جينوم وتقنية حيوية. هذا التخصص هو اللي المفروض يتم تصنيفنا على أساسه، على أساس ال4 سنين اللي درستها. أنا ما بتكلم عن البرامج التكميلية، ما بتكلم عن البرامج التأهيلية اللي ممكن تأهلني إلى تصنيف أخصائي مختبر عام أو أي أخصائي ثاني. إيه بس أنا يا أستاذة خلود، السنين اللي أنا درستها اللي تأهلني لإني طيب أشتغل في مجالي. طيب أستاذة خلود، علشان نطلع بفائدة واضحة الآن، الدكتور يقول لك إنه وزارة الخدمة المدنية تقول إنه أنا ما أقدر أصنف كلمة أخصائي إلا لخريج الكليات الصحية، وأنتم لستم خريجي كليات صحية. أنا أصنف. طيب إذن أيضا بس اسمعيني أوكي. أنا أصنفك فني، ولكن أنت فني مختبر ما تشبه على المرتبة الوظيفية اللي تتوظفها نفس اللي تخرج دبلوم وسميته فني. أنت والدبلوم تشابهتم في المسمى، بس كل واحد له مرتبة مختلفة. هل هذا الكلام مقنع لكم ولا لا؟ لكن هذا المسمى أستاذي هو اللي سبب لبس حتى لما نقدم على قطاعات خاصة. يعني ذكر الأستاذ جمال أنه إحنا نقدم على قطاعات خاصة، إحنا بالفعل قدمنا على قطاعات خاصة. كان ردهم أنتوا فني مختبر وأنتوا بكالوريوس. المفترض أن أنتوا تكونون أخصائي، بس بمجرد أن إحنا درسنا 4 سنين المفروض أن إحنا نكون الأخصائي. لا معك حق، قدمنا أيضا على أكثر فعلا. على أكثر من مجال، لكن دائما مسمى فني المختبر بالنسبة لهم صعب. يعني حتى لما أجلس أقدم على مستشفى خاص لوظيفة فني مختبر، يكون رد الدكتور الإمامي أنه أنت تدربتي لمدة 2 شهر فقط. طيب. هل بالنسبة لك هذه كافية لأنك تشتغلي في مختبر؟ أنا في النقطة هذه معاه. طيب خلود، أنتم لما تقدموا مثلا على مستشفى ولا غيره تقولوا نعم هم سمونا فني، بس خذ عندك الشهادة أنا بكالوريوس مش دبلوم، إيش يقولوا لكم؟ بأوفر له الشهادة وبوفر له السجل الأكاديمي وبوفر له التدريب، كل الأشياء اللي درستها برضو بيرجع على موضوع أنه أنت ما تدربت. مع العلم إحنا تدربنا أيضا 60 ساعة في وقت الدراسة اللي هو التدريب الميداني، هذا غير التدريب تبع هيئة التخصص، عشان بس أبين لك الفرق بين التدريبين
واحد للخطة الدراسية والثاني كان طيب. لتأهيل لدخول الاختبار فقط. طيب خلود، علشان نجمل الموضوع الآن، طلباتكم كلها تتلخص في تغيير التصنيف من فني إلى أخصائي ولا في طلبات أخرى؟ من فني إلى أخصائي مختبر بتخصص دقيق جينوم وتقنية حيوية. راح يكون مجال عملنا بعيد عن المختبرات، راح يكون مجال عملنا في مراكز أبحاث، راح يكون مجال عملنا في عديد من الأماكن. نحتاج أيضا لو الجامعة بنظرها أنه إحنا غير كفء بأن إحنا نشغل مكان زي كذا، خريجين القسم جميعا وهم فوق 900 طالب عندهم استعداد تماما ان هم يرجعوا يدرسوا سنة امتياز فقط لنتأهل كأخصائي مختبر بتخصص جينوم وتقنية حيوية. احد الحلول اللي طرحتها الجامعة اللي هي البرامج التأهيلية، كان من ضمنها سحب الدم والتعقيم. كان سحب الدم والتعقيم فقط القسمين المفتوحة لنا، طبعا هذا فقط للبنات غير مفتوحة للأولاد. من الممكن أنه يضاف لها برنامج تأهيل زيادة يناسب تخصصنا، ألا وهو التشخيص الجزيئي اللي هو الميدي إكس. هذا أقرب تخصص متوفر حاليا وقريب من تخصصنا كبرنامج تأهيلي. نتمنى أن تعطى لنا الفرصة لإثبات كفاءة خريجين القسم. القسم جدا ثروة علمية مهمة في مجتمعنا. القسم داخل في مجالات عديدة، لو تم استثمارها بشكل صحيح في أي مجال من المجالات هذه ممكن تستخدم في مجالات الصناعية أو الطبية أو أيضا الحيوانية أو للحد من التلوث مثلا. فمجالات التخصص جدا واسعة، التخصص يشمل أي شيء يوجد فيه مادة وراثية، فبمعنى انه هو ما هو فقط الطبي، لكن احنا مطلبنا انه احنا نتخصص تخصص يناسب الدراسه اللي درسناها اللي هي 4 سنين اللي درسناها. هذا هو اكثر مطلب. لو اعطينا فرصه راح نثبت جداره القسم هذا. يعني دائما في نظر الجامعه كليه العلوم تعتبر اقل من اي تخصص ثاني، لكن احنا درسنا تقريبا مواد مشابهه جدا لمواد الطبيه، ما هي بعيده عنا. ومواد الاحياء اساسا تعتبر اساسيه في اي تخصص طبي. طيب. عشان يدخل الطب في مواد اساسيه لازم تكون مشتركه بيننا وبينهم. طيب استاذه خلود، تسمحي لي اخذ على الهاتف عهود وهي خريجه ايضا من الجينوم والتقنيه الحيويه، واحنا يعني مددنا شوي في الوقت علشان نقدر ناخذ عهود معنا لانه وعدناها بسماع صوتها. عهود احنا اسفين انه تاخرنا عليك في الاتصال، بس لانه كنا نحاول نستوضح من الدكتور جمال في نقاط اكثر. حياك الله معنا فيها، هلا وشكرا لتجاوبك مع دعوه البرنامج. الله يحييك. لا ولا يهمك. في البداية عندي نقاط أبغى أرد على كلام الدكتور فيها إذا تسمح لي. إذا توجزين أقول لك شاكر جدا، تفضلي. إن شاء الله. أولا كلام الدكتور أنه لا يوجد خريجي كلية علوم مصنفين، زملائنا في أحد الكليات في جامعة أخرى حصلوا على سنة امتياز والمواد الناقصة اللي حصلهم على تصنيف أخصائي مختبر وتصنفوا أخصائي مختبر، وهم خريجي كليات صحية ولا كليات مثلكم؟ كلية علوم، بالإضافة إلى أن تخصصهم غير مدرج تحت الأحياء، تخصصهم مستقل. يعني جزء من كلية العلوم مستقل، وإحنا تخصصنا مدرج تحت كلية الأحياء. هذه المشكلة الأساسية، أنه تخصصنا مدرج تحت كلية الأحياء وهو ما له علاقة في الأحياء. هذه مشكلة. ثاني مشكلة يتعلق في الجامعة، كان في مسابقة وظيفية في قسم الفيصلية للبنات معيدات، طرحوا وظائف معيدات أحياء. فينا احنا قدمنا على أساس ان احنا أحياء زي ما تقول الوثيقة، رفضونا. سبب الرفض ان احنا جينوم. ثالثا بالإضافة الى مركز أبحاث الجينوم الطب المتواجد في نفس جامعة الملك عبد العزيز، طرح وظائف هذه السنة خلاها الخريجين المختبرات. طيب طلاب الجينوم عندك، انت خريجين جينوم هم الأولى، ما تطلب؟ ايوه، يعني احنا دارسين اربع سنوات بنفس. طيب عهود، انتم رحتوا للجامعه لاداره الجامعه تكلمتوا معهم في هذا الموضوع بالذات؟ قلتوا لهم انه احنا اولى بالتعيين او بالوظيفه من خريجي المختبر؟ استاذ الفاضل احنا نتواصل مع الجامعه ايميلات، ما حد يتجاوب معنا. لا، والايميلات والخطابات من الايميلات. رحتوا قابلتوا مسؤول معين، مدير الجامعه، وكيله عندكم، عميده كليه او عميد؟ لا ما صار في نقاش مع احد الدكاتره المتواجدين في الجامعه. ايه، أو فجأة تحكي لنا قصص ملهمة لأحد أصحابه أنهم تخرجوا من كليات هندسة وكليات ثانية وما توفرت لهم فرص وظيفية، فاللي فتح محل طعمية واللي يشتغل في محلات عقارات. طيب عهود، يعني مو معقولة أنا أدرس جينتك وهذا التخصص مهم في أمريكا وأوروبا
واخر شيء اروح افتح محل طعميه ولا اشتغل كول سنتر. طيب يعني عيب حق شهادتي. عهود اخيرا وش اللي يمنعكم انكم اليوم انتم يعني العدد 900، احنا نتكلم عن عدد كبير جدا، في المقابل احنا نتكلم عن تخصص مهم وجميل ويجب الاستفاده منه، وش اللي يمنعكم تروحوا تلتقوا بالمسؤول الاول في الجامعه معالي مدير الجامعه وتحكوا له قضيتكم كامله؟ ما في احد يستنى له، ما في احد يفتح لنا ايديه. شلون انتم جربتوا وقال لكم ما راح اقابلكم مثلا؟ احنا تواصلنا خطابات ايميلات، ما كان في احد، كان في بس تدريب شهرين عشان ناخذ رخصه الفن المختبر. عهود ايش مكتوب في الايميل؟ قلتوا للمدير نبغى نشوفك؟ قلنا له ايوه نبغى نتقابل عشان نشوف سنه امتياز المواد التكميليه. حلو، ايش رد؟ ما كان في رد نهائيا. الخطابات كلها موجوده مع الاستاذ خلود، تقدر تعرضها الان على الشاشه، ما كان في اي تجاوب. طيب عهود شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا. بس بختم بهذه النقطه. احنا مشكله تخصصنا مو الفرص الوظيفيه، لا التخصص مو معروف اصلا، نص الخريجات من هذا التخصص وانا من ضمنهم خريجين بمرتبه شرف. التخصص مو معروف، قدمنا في كل اماكن، حتى البنات اللي حصلوا على ماستر من برا من امريكا ومن اوروبا وحصلوا على اختراعات من برا رجع السعودية ما في استقطاب لهم، ما في جامعات بنى الجينوم، احنا نبغى التصنيف. طيب تصنيفنا الحقيقي هو اخصائي جيناتيك، لابد ان الخدمة المدنية تعترف فينا وهيئة التخصصات تعدل تصنيفنا. هذا مطلبنا. تعيدي يا عهود، اخصائي ايش؟ اخصائي جيناتيك. هذا هو تصنيفنا الحقيقي. طيب. مو فني مختبر، فني مختبر هذا شغل الدبلوم، مو معقولة انا جيناتيك اجلس اسحب دم واروح البنك الدم، هذا مو شغلي، انا شغلي في الامراض الوراثية في الجينات. الطفرات الوراثيه. نعم. هذه دراستي وهذا مجال عملي. طيب شكرا لك يا عهود، شكرا لك. خلود انا اشكرك يعني على حضورك معنا ايضا وعلى كل ايضاحاتك، واتمنى ان صوتكم يوصل باذن الله تعالى. طيب كما اشكر ايضا الدكتور جمال صابر على حضوره معنا. اذا بنجمل هذا الموضوع فهي يعني مجموعه رسائل، الرساله الاولى الى وزاره الخدمه المدنيه، اتمنى انه خريجي هذا التخصص يحظون بالتصنيف اللي يستحقونه، لانه تصنيف فني اليوم ما يفيدهم في سوق العمل. انتم اوكي تفهمون انه انا حطيتك فني بس مش زي الدبلوم، لكن سوق العمل والناس الاخرين ما يفهموا هذا الكلام، ولذلك هم يطالبون بتصنيف أخصائي. على الأقل اجلسوا اسمعوهم، لأن 900 عدد كبير جدا. النقطة الثانية مثل ما تقول عهود أنه هذا التخصص يواجه مشكلة أنه غير معروف. أعتقد أن هذه مسؤولية الجامعة، مسؤولية الجهات اللي شرعت لهذا التخصص أنها تعرف فيه في المجتمع ككل وفي سوق العمل. النقطة الثالثة والأخيرة هي إلى معالي مدير جامعة الملك عبد العزيز في جدة. يا معالي المدير، هذول الطالبات أنت سمعت أصواتهم ومثلهم أصوات طلاب، نتكلم عن 900 وهو عدد ليس سهل. كل اللي يطلبوه الآن إنهم يجلسون معك في جلسة مفتوحة يناقشون معك هذا الموضوع، وأظنك لن تبخل عليهم بمثل هذه الجلسة. الإيميلات اللي وصلت كلها وجدت ردود عقيمة إلى الآن، فهل تستمع لهم الآن وتعطيهم موعد يجلسوا معك ويشرحوا لك حكايتهم كاملة؟ أتمنى أن يحدث هذا. بعد الفاصل مكملين معكم فيها.